سعيد صالح الله يرحمه قضى شهر في السجن تعاطي مخدرات. قال في مذكراته على الوقت ده انه قضى وقت اتعلم منه درس مهم جدا. يا ريت ننقل العبره اللي في الموضوع ده بعد الواحد بيشوفه في مواقع التواصل اليومين دول بالتحديد والتيك توك خصوصا. قال ان في السجن كان كل واحد عايش بحقيقته، القاتل قاتل، السارق سارق، المختلس مختلس، مفيش حد بيتجمل، محدش بيلبس ماسك، محدش بيعمل شقلبظات ومهرجانات عشان يبان بشخصيه تانيه في سبيل الفلوس، سبيل الماده عموما يعني. لا، هي في السجن عالم الحقيقه، لدرجه انهم كانوا بيفكروا دايما عندهم احساس ان الاسوار بتاعت السجن ده بتحميهم من العالم المزيف اللي بره اللي هم بعيد عنه. هل احنا فعلا في الوقت ده في عالم مزيف كله ماسكات، الناس عماله تلبس ماسكات؟ لدرجه ان سعيد صالح كان بعد ما طلع من السجن كان بيقول ان انا بحن لزمن او للوقت اللي انا قضيت فيه والناس الاشخاص الحقيقيين واروح ازورهم من وقت للتاني. سلام عليكم.